طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجه. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي، انت دايما واخد الدنيا قفش كده. ما هو يقفشها انا هتقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حته ارخص؟ لا، نستنى ما نشوف حته ارخص. برافو عليك، انا يعجبني الست المدبره. نظامنا ايه بعد الغدا؟ نشوف حته رخيصه وظريفه ننام فيها، وبكره الصبح بدري هنسافر على بلد صغيره هنا، عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني اني هدور لي على شغل اول ما اوصل. طيب خليني وراك اما اشوف اخرتها. اخرتها طين طبعا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا. لا جنتل. جنتل انا. مش انت الراجل؟ اتدبس انا بقى عشان جنتل. الله العظيم. لا عشان انت الراجل. انا الراجل اتدبس انا يعني. ايه رايك في اللوكاندا دي؟ كويس، بس تلاقي الليله فيها مليون جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي، انا جاتلي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في الاستقبال ان في اوضه فاضيه في الدور الثالث. انا هروح اجازها لوحدي علشان تبقى رخيصه، وانت تحصريني بعدين، ولا من شاف ولا من داري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ستي لو طلعت مش ولا بد، ابقى قاعد بالصوت ولم عليها العالم. تعالى هنا. الدور الثالث، ها؟ ما تنسيش. عليا النعمه، انت مجنون رسمي. تنح لي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو ايام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا حبيبي، مع الف سلامة. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقة طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد الدبالة المفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفتي. ايوه بس واحدة زيي مفيش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ لا كده حلوين قوي بالصلاة على النبي، سيبك بقى من الغلطة بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم؟ انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقوله دي؟ حبك قوي الورده دلوقتي، حبك. ثانك يو فيري ماتش. نو بقشيش، اي ام ايجيبشن بوليس. ما بيدفعوش بقشيش. مع السلامه، يلا. يا جماعة اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شوية. يا ساتر، ده انا ضهري كان هيتكسر. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت. انزلي تحت السرير، الأوضة نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقولة دي يا ربي؟
حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكان ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش اند نو بكشيش وانا ريجيبشن بوليس. مع السلامة. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا نرمج يا اخي. طب حقك عليا ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني وطي صوتك لاعرفه اللي احنا اتنين. ممدوح خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح يا فندم. يلا نام يا حسن، انت ليك اهلكتي بالله في طول النهار. حاضر. طيب وانت؟ انا هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ الامور حاطط راسي على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي يخليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد، ويتهدي كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا اذنك بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل. ممدوح لازم انت تبقي تحت السرير. على الصبح كده. Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you. Yes. And one for madam. أنتوا عارفين إنك أنت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى عشان أنا ميتة من الجوع. أنا اللي هيجنني بقى التدبيسة اللي أنا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقولك ايه؟ آه. ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلم؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. عارف انها تقيلة شوية بس بكرة بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمة لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقة للنوم في اوروبا، اسمها طريقة النوم المريح في مواجهة الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حتة اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغاية ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشرى شرطي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. ساعه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع شد عدوك على قفاه. بكلمك بجد، ساعه جميله.
يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف